السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا دايما بخير. بسيط اندرويد بتقدم لكم في الفيديو ده. تخطي حساب جوجل للهاتف سامسونج جي 7 2016 بعد تسجيل شبكة الواي فاي. بنضغط 3 مرات ورا بعض على زر الهوم، وبعدين بنرسم حرف ال زي ما احنا شايفين في الفيديو من اول لاخر الشاشة، وبعدين بنختار اعدادات تالك باك. بنضغط مرة وبعدين بنضغط مرتين ورا بعض، وبعدين بنحرك التاتش عن طريق السبابة والوسطى. الاستكشاف باللمس، بنضغط ضغطة وبعدين بنضغط ضغطتين، نضغط موافق ضغطة وبعدين نضغط عليها كمان ضغطتين. هتلاقي ان التاتش بيتحرك معانا عادي. بتنزل تحت خالص وبتختار المساعدة او التعليقات، وبعدين بتضغط على حول الوصول عبر مفتاح التحويل لأجهزة اندرويد. هيظهر لك الفيديو اللي قدامنا دلوقتي، تضغط عليه بتشغله. بنضغط على اسم الفيديو فوق، تفتح لنا صفحة اليوتيوب. بنسحب الفيديو لتحت وبعدين نودي يمين الجهاز. بنضغط على أيقونة الحساب فوق على الشمال، وبعدين بنضغط على الإعدادات، حاول، بنوت خدمة اليوتيوب، إلغاء، بعدين بنكتب فوق هنا VNROM، بعدين بنضغط على أول نتيجة بحث. هندخل على الموقع اللي فيه التطبيقات اللي هنتخطى بيها حساب جوجل. بنختار ملف FRB VNROM APK، وبعدين بنضغط تنزيل. بننزل تحت شوية، بنضغط على Setting.APK، تنزيل، بنخش على العلامات، إلغاء إلى الصفحات السابقة، محفظات التنزيل. أول حاجة بنثبت ملف الـ FRB VNROM، بعد تحميل الملف بنضغط عليه للتثبيت، بعدين بنضغط على الإعدادات، بنفعل خيار السماح من هذا المصدر، نرجع خطوة. بعدين نضغط التالي، تثبيت، تم، وبنثبت ملف السيتنج، تثبيت، فتح. بنخش على الحماية، ننزل تحت شوية، ضبط آخر للحماية، وبعدين بنختار تطبيقات مسؤولة الجهاز. بنلغي تفعيل العثور على جهازي زي ما احنا شايفين في الفيديو، إلغاء التفعيل، وبعدين بنفعل موديل جهاز أندرويد. بندخل عليه وبعدين نضغط تفعيل. بنرجع للإعدادات تاني، وبعدين بنخش على التطبيقات. بندور على تطبيق خدمات جوجل بلاي، بنضغط عليه وبعدين بنضغط إلغاء التفعيل. نرجع خطوة وندور على جوجل كروم، وبرضو بنضغط إلغاء التفعيل. بنرجع للإعدادات، ندخل على السحابة والحسابات، حسابات، إضافة حساب، نختار جوجل، وبعدين بنسجل دخول بحساب سواء كان موجود قبل كده أو بنعمل حساب جديد من على أي تليفون تاني أو أي جهاز تاني، ونسجل دخول على الجهاز زي ما احنا شايفين في الفيديو دلوقتي.
بعد ما تسجل الحساب بترجع للإعدادات تاني، وبعدين بتخش على التطبيقات. من فوق هنا بتضغط على كل التطبيقات وتختار تم إلغاء التفعيل. بنضغط على جوجل كروم ونفعله، وبعدين بنرجع خطوة ونضغط على خدمات جوجل بلاي ونفعلها، وبعدين بتعمل إعادة تشغيل للجهاز. أول ما الجهاز يفتح تضغط بدء، التالي، تعلم على كل الاتفاقيات والبنود، التالي، هنا بيقول لك تم إضافة الحساب بنجاح اللي احنا ضفناه من شوية، نضغط التالي. التالي، ليس الآن، تخطي على أي حال، نطلع فوق شوية وبعدين نضغط قبول، موافق، نطلع فوق شوية وبعدين هتظهر لنا التخطي، نضغط عليها وبعدين نختار تخطي، إنهاء. الحمد لله الجهاز فتح معانا بدون اي مشاكل. يفضل بعد العملية ديت انك تعمل اعادة ضبط المصنع للجهاز من خلال الاعدادات. طبعا اعادة الضبط من خلال الاعدادات ما بتواجهش اي مشكلة في حساب جوجل خالص. بتخش على الضبط وبعدين الادارة العامة وبعدين اعادة الضبط وبعدين اعادة تعيين بيانات المصنع وبعدين اعادة الضبط وبعدين مسح الكل. تستنى لحظات والجهاز هيطفي معاك ويشتغل تاني. لما يفتح الجهاز بتختار اللغة وبتعمل نفس الأعدادات اللي احنا عملناها من شوية، تضغط على بدء، التالي، بتعلم على البنود والشروط، بتضغط التالي، التالي، ليس الآن، تخطي على أي حال، قبول، تخطي، تخطي، إنهاء. يا رب الفيديو يكون عجبكم. أي استفسار أي مشكلة طرق التواصل أسفل الفيديو.